عاجل، ولهذا السبب نظام الشنقريحة يأمر التلفزيون الجزائري بعدم نقل مباراة ربع نهائي الكان. أعلن التلفزيون الجزائري أنه لن يبث المباراة التي تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره المصري في ربع نهائي أمم أفريقيا، والتي ستجرى يوم الأحد، رغم أن التلفزيون الجزائري قام بشراء حقوق البث. ورجحت مصادر أن يكون القرار جاء بناء على أوامر رسمية صادرة من قيادات الجيش العسكري الحاكم، وقوبل هذا القرار بسخرية من قبل الجماهير المصرية التي أكدت عبر مجموعة من التدوينات على الشبكات الاجتماعية أن النظام الجزائري كشف عن غبائه وخبث نيته العدوانية، وأن مقابلة ربع النهائي ستكون عرس رياضي بين بلدين شقيقين، وستنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت والقنوات المغربية والمصرية البث الأرضية.